صور وفيديوهات ومقالب. عشرة العمر تجمع السقة وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي ورامز جلال. لا لا يا بيتي المقلب ده من تأليفي وتصويري. كشف النجم الكوميدي أحمد حلمي عن صورة جديدة تجمعه وزوجته النجمة منى زكي بأصدقاء العمر ياسمين عبد العزيز ورامز جلال. وكان لافتا ظهور النجم أحمد السقا للمرة الأولى، علما بأنه يتعاون حاليا مع النجمة منى زكي ببطولة فيلم العنكبوت، وتعاون سابقا مع رامز جلال كضيف شرف في فيلم سبع البرومبا. وسبق لحلمي نشر صورة ممثلة في دعم غير مباشر لياسمين عبد العزيز عقب أزمة إعلان انفصالها وزواج طليقها من الفنانة ريهام حجاج. حلمي نشر الصورة الحديثة عبر كل منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع عليها تعليقا مختصرا بقوله عشرة العمر. وعلى الفور قام أحمد السقا ومنى زكي بنشر نفس الصورة مع الاحتفاظ بنفس التعليق، بينما انفردت ياسمين عبد العزيز بنشر صور إضافية. رامز جلال لم يتمالك نفسه كالعادة ودبر مقلبا في النجم أحمد السقا باعتباره أحدث ضيوف الجلسات الخاصة للنجوم، وبدا واضحا أن النجم أحمد حلمي كان على علم مسبق بطبيعة المقلب الذي تمت مشاركته عبر الحساب الخاص لرامز بموقع إنستغرام. وعلق رامز على الفيديو قائلا: اللي هيمشي بالعكس هنسمعه الكلكس. وأضاف داخل المقطع: المقلب ده من تأليفي وتصويري. وبعدها رد السقا المقلب لياسمين عبد العزيز ومنى زكي. واعتاد الرباعي منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز ورامز جلال على نشر صور تجمعهم معا كل فترة زمنية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن العنصر الجديد في تلك الصورة هو أحمد السقا الذي يجمعه بالتأكيد علاقة قوية بجميع المتواجدين في الصورة، حيث أنه شارك في بداية حياته الفنية في كثير من الأعمال مع هؤلاء النجوم. لا لا يا بيتي المقلب ده من تأليفي وتصويري. اوعى.